هذا وشكلت العلاقات البحرينيه الاماراتيه نموذجا فريدا وتاريخا طويلا من الانسجام والتعاضد في ظل الحرص والاهتمام الكبير من جلاله الملك المعظم واخيه رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه حفظهما الله ورعاهما. نعم هذه العلاقات تعكس دائما استمرار مد جسور التواصل والمحبه بين البلدين والشعبين الشقيقين. في فضاء الاوطان العربيه. تلمع العلاقات البحرينيه الاماراتيه كنجمه تتوهج بروح الاخوه متالقه بتفاصيلها العميقه واواصرها المتينه التي نسجتها يد التاريخ وزينتها الحكمه والرؤيه المشتركه لقيادتي البلدين انها ليست مجرد علاقات ثنائيه بل هي قصيده حب تنشدها الايام وتنسجها ايادي الاخلاص والعمل المشترك وشموخ التآخي وصدق الالتزام بمصير واحد. ما يجعل العلاقه بين البحرين والامارات اكثر من مجرد شراكه هي تلك الروح الاخويه التي اضفتها قيادتا البلدين الشقيقين. هي علاقه تعبر عنها الافعال، مشاريع تنمويه، مبادرات انسانيه، مواقف موحده في المحافل الدوليه. تحت رايه القيادتين تتحول كل خطوه الى شهاده على وحده المصير وصدق النوايا في ظل رؤيه القيادتين شهدت العلاقه بين البحرين والامارات تطورات غير مسبوقه مشروعات اقتصاديه تتخطى الحدود تعاون في الطاقه والتعليم والتكنولوجيا وقبل كل ذلك شراكه تحمل في طياتها رساله انسانيه عنوانها معا نصنع المستقبل هذه الانجازات ليست الا انعكاسا لرؤيه قيادتين وضعتا رفاه الشعبين فوق كل اعتبار، ان العلاقات بين مملكه البحرين ودوله الامارات ليست مجرد تحالف استراتيجي او شراكه اقتصاديه، بل هي قصه تكتب بحروف الاخلاص والتفاهم برؤيه القيادتين، هي علاقه تؤكد للعالم اجمع ان القياده الحكيمه والوفاء بالمبادئ هما مفتاح النجاح وان الاخوه. حينما تقودها رؤيه صادقه تصبح اعظم قوه تصنع الغد